السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة فحص بطاريات الليثيوم، بطاريات اليو بي اس اللي جاي نستخدمها هسه حاليا، او بطاريات اللابتوب. بطاريات اللابتوب تكون بالوان، لكن هذا اللون هو اكثر شيء يستخدم داخل اليو بي اس. واحنا مرات نستخدم بطاريات نجيبها نشتريها مستخدمة مثل هالبطاريات مالات اللابتوب، كفر اسود بهذا الشكل، ونفتحها ونريد نعرف البطاريات اللي بداخلها قوية زينة لو مو زينة، يعني هل عمرها الافتراضي منتهي او بعدها جديدة ونقدر نستخدمها باي جهاز ثاني. فالفحص البطاريات طبعا، وماكو اللي عنده لابتوب ايضا هي نفس الطريقة تفيده بالفحص. اللي عنده لابتوب وعاطل البطارية مالته ويريد يطلع البطاريات التالفة، راح هذا الفحص اللي راح نسويه هسه ايضا راح يفيده، يستخرج البطاريات التالفة يشمرها ويخلي مكانها بطاريات جديدة. وطريقة فحص البطاريات الجديدة او النشطة المستخدمة اللي هي تنفع او توفي بالغرض راح نعلمها شلون طريقة فحصها. هاي المجموعة من البطاريات، البطاريات مشحونة او ما مشحونة، المهم هو عندي ان اقيس ايش قد الخفض مالها. راح اضغط على البطاريات بمصباح، هذا المصباح هو 12 فولت، الواطية مالته 20 واط. هذا المصباح اللي يريد يحتاجه مال سيارات ياباني مال إشارة، هذا المصباح وربط له من القراصات حتى نقدر نربطه بالبروب مال الأوفوميتر. إذا تريد تعرف الأومية مالت هذا المصباح، ما بي هذا أومية، الأومية راح أول ما تركب عليه راح يعطيك قراءة هو 20 أوم، ويبدأ بعدين يقلل بها يقلل يعني يزود بالضغط ويقلل برقم الأومية، يوصل 9 وبعدين يوصل 8. فما نعتمد على الأومية، نعتمد على الواطية مالته اللي هي 20 واط 12 فولت لهذا المصباح. الطريقة هي تخلي على 20 فولت، تخلي الأوفوميتر وتربط القراصة مالت الجلوب اللي راح تسويه ويا البروب مال الأوفوميتر بهذا الشكل، ونضغط على البطارية ونشوف ايش قد الفولت ماله. لكن الشيء اللي هو لازم تستبقى قبل لا تشكل اللي سوها الطريقة، تفحص البطارية اللي عندك. نفرض انك عندك بطاريات مالات لابتوب اثنين، تفصلهن وتستخدم وحدة وتاخذ هاي الوحدة واحدها وتبدأ تفحصها ايش قد الفولت مالها. هاي البطارية 4.13%، لأن هي مقسمة إلى 100% الفولت الواحد بالبطارية. هسه 4.13%، هاي البطارية أنا شاحنها وأريد أفحصها مشحونة أو ما مشحونة. المهم هو إيش قد راح يصير عندنا الدروب مالها الخفض، 4.13%. راح أخلي عليها ضغط 20 واط وأشوف إيش قد الخفض مالها راح يصير، إيش قد نسبة الإسقاط الدروب. بهذا الشكل وأبدأ أفحص، صار عندي 4.92%، الإسقاط صار عندي هو 23، وهاي النسبة هي جيدة 23 حباية صار الانخفاض 23 بالفولت، يعني ثلث فولت أقل ثلث صار دروب خفض. هذا الشيء طبيعي، والبطارية أعتبرها نصف عمر. هاي البطارية 4.12 4.17 4.21 4.20. البطاريات كلها مشحونة، 4.28 28، وهي أيضا 22 وهي 22، عندها المجموعة على 4 هي على 4.28%. هسه راح أشوف إيش قد الخفض الدروب اللي راح يصير بها من ألطي 20 واط أضغط على البطاريات. هسه أبدي هذا المصباح وبالتسلسل بالتوالي، هسه عندي 3.90 نسبة الخفض، هاي جيدة بهاي البطارية، هاي البطارية ما بيها شيء. هاي 92 أيضا ما انخفضت هواي، مجرد 20 حباية، هذا الشيء كله زين. 90 أيضا جيدة، 4 تنطيني أو 3.99، هاي البطارية عمرها ما راح يعني جديدة أعتبرها أو أخت جديدة. هاي انخفضت 3.7 أو 67 حباية، نقول 67%. الخفض من 4
الى 3.70. ايش قد الخفض صار عندنا؟ الى 3.20. الخفض الى 70 50، الخفض 50 حبايه. هاي البطاريه تعبانه وما تفيد بتشغيل لابتوب او غيره، نقدر نستخدمها باللدات او بغير شيء تفيد بهيك شغلات، لكن اذا امبير عالي وضغط وحمل ما راح تستفاد من عدها. هسه افحص باقي البطاريات واشوف الخفض اللي بيهن. ايش قد البطاريات الزينه والمزينه اللي بيهن. الناجحه وغير الناجحه. ايضا هاي 3.72 ايضا الخفض عالي جدا. والبطاريه اللي بعدها 78 ايضا منخفضه. وهاي البطاريه ايضا منخفضه. ذني اربع بطاريات الخفض مالهن نسبه الدروب الاسقاط اللي صار بين هو 50%، نصف فولت انخفضت البطاريه. اذا البطاريه ما راح تعطيني استيفاء او امبيريه عاليه، ما راح تستمر ما بها استيفاء. اذا هاي البطاريات ذن الاربع غير جيدات، وذن الاربعه اللي صار بهن 20% بس وقل ال 20 هي بطاريات قويه وطتني نسبه عاليه من الشحن. البطاريه الجديده اللي هي تجي ستاندر من الشركه تكون بهذا الشكل، راح اشوف ايش قد نسبه الخفض اللي بيها. هاي بطاريه ستاندر ايش قد الدروب اللي راح يصير بيها. نفحصها اول مره نشوفها ايش قد. بطاريه جديده نسبه الفولت اللي موجود بها 3.57%. الفولت اللي موجود ايش قد راح يصير بيها خفض دروب؟ 3.50 ويا المصباح، ويا المصباح هذا مصباح بيشتغل. ايش قد صار الدروب؟ 3.52 من اصل ايش قد؟ 3.56. الخفض هو 4 حبايات 4% من الفولت، يعني البطارية قوية بس 4 انخفضت 4% من الفولت. فالبطارية الجديدة يكون الخفض مالها اثناء ضغط ال 20 واط نسبة قليلة جدا، هي من 9 ومن 9 الى 8 7 6 4 بالحدود هذا. فالبطاريات اللي تنخفض بنسبة عالية اكثر من 20 ما تفيدك برابط الاجهزة باللابتوب او غيره. فهاي الطريقة هي طريقة ناجحة وصحيحة وانا جالس استخدمها واشغل بها. والخيار لك اذا تحب تشحنها او ما تشحنها. هسه عندي بطاريات على الشحن ما موجودة. هاي مالت لابتوب بدي اشوف ايش قد الفولتية اللي موجودة بها واعرف قوة وعمرها هاي البطارية. هسه هاي الشحن اللي موجود بها 4.12% من الفولت. اذا احملها 20 واط ايش قد الخفض راح يصير؟ هل البطاريه تفيدني لو ما تفيدني؟ 3.87 88%. الخفض اللي صار بها تقريبا 20 أو 25%. اذا البطاريه جيده واقدر استخدمها باي جهاز، بيو بي اس او بلابتوب او بشيء ثاني. طبعا هاي البطاريات كان الاربعه واثنين من عندهم الخفض بها كلش عالي، ما شمرته ما احتاجه واستخدمت فقط البطاريات اللي موجوده هنا. هذا الموضوع بسيط هو لكن مهم، لان اغلبنا يحتاج مثل ما نقول العصر هذا هو عصر الانرجي وعصر الطاقه، واكثر شيء الاستخدام على البطاريات الليثيوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.